عند المسرح حاجة الحقيقة مفخرة. قريب خالص هيبقى فيه أيضا مسرح دار السلام، وهيبقى فيه مسرح الجيزة السنوية، وأيضا مسارح أخرى كثيرة. كمان عندنا مسرح هو جاهز، أيضا عندنا حوالي يمكن 15 إلى 20 مسرح جاهزين للافتتاح، منهم أيضا مسرح موجود حاليا في البحيرة، أيضا في المدرسة السنوية في دمنهور جاهز ودعوني عليه، وزيه كده ايه حوالي 20 مسرح تانيين ايضا جالي دعوات ان احنا نروح نفتحهم. دول كانوا نتاج للجولات اللي احنا عملناها في الفصل الدراسي الاول، ووجهنا فيها ان لابد ان تعود الحركة المسرحية مرة تانية الى المؤسسة التعليمية، علشان خاطر احنا عارفين المسرح له دور مهم جدا في بناء شخصية الاولاد او الاطفال، وعشان كده احنا مهتمين بالانشطة كجزء من العمليات التعليمية.